ذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدى من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون بما لا يعلمون
الله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون لم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفلطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير صدق الله العظيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم كنتم مستمعين الكرام القصة القارئ محمد سعيد تلا على مسامعنا سورة الحمر وما تيسر من سورة النحل فاللهم يا رب بذات كرمك أرف كرباتنا وبعظيم لطفك ارفع عنا همومنا يا سامع النجوى ويدافع البلوى أخرجنا من الطيب إلى أوسع طريق واقض حوائجنا ويسر عسرة معسرينا وارحم موتانا واغفر لأحيائنا وتجاوز عن سيئاتنا برحمتك يا رب.
خلقكم من السماء على ألسنة الأنبياء. أمضينا ندعوك بما دعاك به عبدك زكريا عليه السلام. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. حججنا الميامين قلوبكم وارواحكم مشوقه بزاف باش توصل لذاك المقام العظيم. لهذا لابد تاخذوا قسط كافي من الراحه قبل السفر باش ما تعياوش وتوصلوا ان شاء الله بصحه جيده. لا شريك لك لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. الأولياء يوم بولي. برنامج النعمة بالتعريف بأولياء المملكة المغربية الشريفة وصلحاء. في الإعداد والإشراف والمتابعة أستاذ محمد الجمال الحرام. في إعداد وتقديم الأستاذ هشام فتوحي. مراجعة المادة العلمية الأستاذ إلياس بنان. إخراج أحمد الفلاحي. وتربى يتيما حيث توفي والده وخلفه تحت كفالة إخوته وبعض قرابته. فكان فحفظ القرآن الكريم وجرده وأتقن رسمه وضبطه في سن مبكرة. ودخلت عليه مخايل النبوغ وأعلام صلاح فتوجه إلى فاس والتحق بالقرويين في العام الأول من القرن الرابع عشر وانضم في سلك الطلبة مكبا على التحصيل والدراسة والحفظ والمعاهدة مع صلاحين وسلامة منقاره ومخبره ومداومته على العبادات والانحياش عن الشواغل والمليات.